كل مناضل اليوم من أبناء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الذين يناضلون اليوم في هذه الوديان وفي هذه السهول، وكذلك الذين يناضلون في المناطق الأخرى في حريف في العبدية. نقول لأولئك الأبطال المناضلون، نقول لأولئك الأفذاذ المحاربون، نقول لهم أنتم أمل هذه الأمة وأنتم أمل هذا الشعب المبارك. ونقول للميليشيات التي تريد أن تعيد الإمامة من جديد، يجب أن تلصق في أذهانكم وفي عقولكم أن الشعب اليمني لن يقبلكم، لا اليوم ولا غدا ولا بعد غدا. سيستمر في النضال مهما كان دعمكم من إيران، مهما كان تمكينكم من إيران، فإن الشعب اليمني بتماسكه وبوحدته وبتعاونه سيستطيع أن يوقف هذا المد، وهو الآن ماضي لن يتوقف. نقول لهم أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموجودون في مأرب والساحل والشمال والجنوب لن يسمحوا لهذه الميليشيات مهما ادعت أنها تتقدم ومهما تعد أنها تضحك وتغرر بالمغرر بهم. هي اليوم تقول أنها وصلت مأرب وهذا كذب وافتراء. نحن الآن على حدود محافظة صنعاء، وهذا نكذبهم بالأرض وبالواقع. ونقول لكل أبناء اليمن الذين تخدعهم الميليشيات وتغرر بهم أنها وصلت مأرب أنها لن تصل مأرب ولن تتمكن من الوصول إليه بإذن الله عز وجل، في وجود الجيش الوطني والمقاومة وقبائل مأرب وكل القبائل التي توافدت إلى مأرب. هناك أمامها سد عظيم من الرجال ومن الشباب، لا يمكن أن يسمعوا لهذه الميليشيات أن تدخل مأرب مهما جمعت من قوة هي وإيران ومن وراءهم يتعاونون. نقول لهم أنهم سيخسرون، وأننا بإذن الله عز وجل سنحرر اليمن وسنحرر صنعاء وسنحرر الحديدة وسنحرر تعز، وسيتحرر اليمن بأكمله مهما استمر الحرب، استمر اليوم أو الشهر أو السنة، فإن هذا الشعب اليمني قد أثبت أنه ينتصر على مثل هذه